الاتحاد والعاصمة. اللغز الأول والمحير في الموسم الحالي بعدما صعدت الأحلام بأنصاره عنان السماء صدمهم الواقع وأنزلهم إلى الحضيض. غريب ما يحدث لأبناء السسطارة والذي بات عشاقه اليوم في حالة تيه لا يعرفون ماذا يخفي المستقبل لهذا الفريق ولو أن الظاهرة لا يبشر بالخير. جاءت سيربور وضخت الأموال من الساحل الجزائري لتأتي بعدها مرحلة الوعود بالنتائج والاستقرار، فلا نتائج تحققت ولا استقرار عاشه الفريق. بدأت الحكاية بإقالة المدير العام عبد الغني هادي وبعدها المدرب، واليوم الحديث يدور حول القبضة الحديدية مع المدير الرياضي عنتر يحيى. هذا الأخير جاء بمشروع كبير على حد قوله، وبدأ المشروع بخسارة كأس السوبر. وقالت المدرب تشيكوليني: أما كارثة النتائج فحدث ولا حرج، فمن صنع ملحمة أم درمان أسس خيبة بلوغين، ووضع نفسه في عين الإعصار بفريق لم يجد معالمه. قطار الاتحاد توقف أو لم ينطلق أصلا، فلا كابر صنعوا الكارثة، وردفهما كدا أن الوضع بات أكبر من سيربور وعنتر يحيى، كما يحتم إعادة ترتيب بيت الاتحاد قبل تأزم الوضع أكثر. À court terme pour la saison sportive, ça va être de gagner le plus de matchs possible, parce que l'USMA ou les supporters sont habitués à gagner, et nous on souhaite gagner, on veut gagner, on se réveille pour gagner tous les jours. Après مكتوب واحد يخدم